وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أشكرك يا كمال زعطوت، تفضل يا أختي. هو يجوز إن إحنا نزور المقابر مع أقاربنا بنية أخذ العظة والعبرة، بس هم رايحين في ثانوية أحد الأقارب؟ والله أنا أنصحك بالذهاب في يوم آخر إذا كان لابد من الذهاب، فلا تذهبي في الذكرى السنوية ولا توحي بدعا أميتت. الحمد لله، جزاك الله خيرا يا وياك السلام.